حريق في شقة الفنانة سمية الألفي وإصابتها باختناق شديد. التحريات تكشف سبب حريق شقة الفنانة سمية الألفي بالجيزة. عاجل تطورات الحالة الصحية لسمية الألفي بعد حريق منزلها في حالة انهيار. نجت الفنانة سمية الألفي من حريق شب في شقتها بالجيزة، حيث وصلت سيارتين إسعاف لنقلها ونجلها عمر لتلقي الرعاية اللازمة بعد أن استيقظت على دخان شديد وعجزت عن الخروج من المنزل بسبب الدخان الكثيف. تطورات الحالة الصحية لسمية الألفي بعد حريق منزلها. قال الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي إن شقيقته لم تصب بأي حروق ولم تذهب إلى المستشفى، وذهبت مع نجلها عمر الذي كان معها أثناء الحريق إلى نجلها الأكبر أحمد الفيشاوي للتعافي من الصدمة. سمية الألفي تتعرض لحالة انهيار. أضاف الألفي أن شقيقته في حالة انهيار شديدة بعد تعرض منزلها للحريق الذي أتى على معظم محتويات المنزل. وأكد مصدر أن حريق منزل سمية الألفي كان بسبب ماس كهربائي في التكييف الموجود في صالة المنزل، والذي أسفر عن نشوب حريق في الصالة والمطبخ والحمام. أكد الألفي إصابتها باختناق شديد فور حدوث الحريق وفي حالة انهيار شديدة بسبب صدمة الحريق إذ احترقت شقتها بالكامل. يذكر أن الفنانة سمية الألفي أصيبت بمرض السرطان مؤخرا، لكنها خضعت لعدد من العمليات الجراحية وأعلنت الشفاء منه بعد معاناة دامت لست سنوات. سمية الألفي تزوجت أول مرة من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولها منه ولدان الفنان الشاب أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي البعيد تماما عن الساحة الفنية. وبعد طلاقها من فاروق الفيشاوي تزوجت بالملحن مودي إمام، ثم بالمخرج جمال عبد الحميد، والمطرب مدحت صالح الذي أصغرها بسنوات، وعدد آخر من الزيجات الغير معلنة والتي دامت لفترات قصيرة جدا، ثم عادت لزوجها الأول وحب حياتها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. وعلى الرغم من تكرار زيجاتها، لكن الفنانة سمية الألفي اعترفت بأن فاروق الفيشاوي هو حب عمرها، وبأنها كانت تتغاضى عن خيانته لها لأنها لم ترغب في أن تنهار أسرتها. كما اعترفت في مقابلة تلفزيونية بأنها أجهضت نفسها 12 مرة، ولكنها كانت تصر على الحمل لأنها كانت تحب الأمومة. كما تحدثت الفنانة سمية الألفي عن تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان العام الماضي، وإنها قد تعافت منه تماما، وردت على الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها الصحية. وقالت الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي تقدمه إيمان الحصري: أنا كويسة الحمد لله، كله تمام، عدي السنة على جراحة السرطان والتحليل أثبت إني تعافيت، كل حاجة كويسة قوي. وأضافت الألفي عن الأخبار التي انتشرت حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها الصحية. قالت الفنانة: أنا مندهشة وتليفونات طول النهار، أنا بطلت أرد على التليفون، ودي إشاعات مش عارفة جابوها منين، ملهاش أي أساس من الصحة الحمد لله. وتابعت: هيبقى فيه متابعة لأن السرطان مش من السهل إنه يمشي ونسيبه كده وخلاص، وهيكون فيه متابعة بعد سنة وبعدها كل شهر، وبعد ما تعدي سنة كمان هيكون المتابعة كل 3 أو 4 شهور. وأكملت: ربنا كريم الحمد لله، ومش عايزة الناس تزعج بالأخبار الغير حقيقية. وأضافت أيضا: أنا ما اتكلمتش مع أي حد في أي تفاصيل نهائي عن مرضي، ومعرفش جابوا منين الكلام ده، بيألفوا ويلحنوا مع نفسهم. واختتمت الألفي حديثها عن فترة مرضها العام الماضي: كانت سنة صعبة قوي، يعني بتمنى من ربنا محدش يواجهها أبدا، للي عرفه واللي معرفوش، بتمنى لكل الناس السلامة، بتمنى لكل الناس السلامة. السرطان مرض صعب قوي، والتعافي منه أصعب، والعلاج بتاعه أصعب وأصعب، وأنا مرت عليا سنة الحقيقة من أثقل السنوات على عمري، بس الحمد لله ربنا كبير، ووقوف أحمد وعمر جنبي وأصدقائي وزملائي وزميلاتي، الناس كلها الحقيقية، وكل قرايبي وعائلتي دعموني دعم كبير قوي. كواليس الأيام الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي: فاروق ما كانش بيفكر انه ماشي. هكذا انطلق حديثها عن ايامه الاخيرة، حيث كان تعامله في اطار كونه مريضا يتلقى العلاج. اما رحيله المنتظر كانوا هم من على علم به من قبل الاطباء، واشارت الى كونه دخل الى المستشفى واحتفلوا بعيد ميلاده قبل ان يرحل في نفس فجر اليوم. كما اكدت ان ربنا بيحب فاروق الفيشاوي حيث لم يتألم طويلا، وهو في النهاية شهيد المرض العضال. وقبل وفاته بثلاثة أسابيع
كان يعمل بالمسرح في عرض الملك لير، وهو ما جعلها تخبر أبنائها قائلة: أنا اللي أصغر من أبوكو ب4 سنين، ما أقدرش أعمل اللي بيعمله ده. لكنه كان نشيطا للغاية ويملك قدرة احتمال رهيبة، وأوضحت أنه توفي إلى جوار من يحبهم فلم تفارقه هي وأبنائها. كما تواجد شقيقه الأكبر ومحمد هنيدي وكان يقرأان القرآن له. أشارت الألفي أنها علمت بخيانة فاروق بعد سنة من زواجهم، حيث أنه تقدم واعترف لها بفعلته خلال سهرة عشاء رومانسية جمعتهم، وأوضح لها أنها مجرد نزوة وأنه لا يزال يحبها، وطلب منها المسامحة، وقد سامحته في ذلك الوقت لأنها صدقته ووثقت به. وأشارت الفنانة إنها لم تخبر أحد بخيانة فاروق والسبب يعود لعدم قدرتها على تحمل الفشل، كما أن زواجها قرارها. أكدت الألف أن فاروق كان متمسك بها حتى إنهما بقيا منفصلين لعام كامل دون طلاق، حيث بقى كل واحد منهما في مكان مختلف، حيث تواجدت هي برفقة أطفالها في منزل الزوجية بينما تواجد هو في فندق. وكشفت الألف إنها وفاروق بكيا بعد توجههم إلى المأذون للطلاق، لكن بعد طلاقهم توجه إلى المنزل لتناول الطعام الذي أعدته والدتها له.